عرفت؟ هذا سبب وهذا نتيجة. إذا عرفنا السبب نبغى نصنفه. الحين سجل مثلا اللي هو عدم أخذ المستخلصات من جهة حكومية. تمام. فرض ضرائب. ممتاز. هذا ما مثال. من جهة حكومية. المناقصات أفضل من المناقصات الحكومية. يا شيخ بما إنه مثال ليش ما نخلي المشكلة الرئيسية الخسارة عشان نوسع حل النقاط فوق. هذا حل مجلنا المشكلة الرئيسية انخفاض الموارد المالية بالذات. صحيح.